6 ملايين دولار أمريكي ثمن الفيلا الجديدة التي تنتظر رئيس الجمهورية ميشيل عون وعقيلته في الرابية، وصورا حصرية تنشر للمرة الأولى لفيلا آل عون. ضجت المواقع الإخبارية المحلية بخبر مفاده أن تكلفة فيلا الرئيس ميشيل عون الجديدة تقدر ب6 ملايين دولار أمريكي. وفي التفاصيل ذكرت جريدة اللواء أنه مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون نهاية شهر تشرين الأول الجاري ومغادرته القصر الرئاسي في بعبدة، سينتقل إلى منزله الجديد في منطقة الرابية الذي أنجز بناؤه وتجهيزه لاستقبال. وبحسب المعلومات أن هذه الفيلا الجديدة التي سينتقل إليها الرئيس عون برفقة عقيلته هي غير التي كان يقيم فيها عند انتخابه رئيسا للجمهورية قبل 6 سنوات، والتي عادت إلى مالكها الأساسي من آل صحناوي. وبحسب مصادر جريدة اللواء التي أكدت أن العمل قد أنجز داخل فيلا الرئيس عون الجديدة التي أصبحت جاهزة من الخارج والداخل وتم فرشها لاستقباله نهاية الشهر الجاري. وأشارت معلومات اللواء إلى أن هذه الفيلا قد بلغت تكلفة بنائها 6 ملايين دولار أمريكي، وتقع على مساحة 2000 متر مربع، وهي عبارة عن 3 طوابق مع طابق سفلي مزود بمواصفات تقنية عالية ومجهز لعقد مؤتمرات ولقاءات في داخلها. ويذكر وبحسب ما نشرته جريدة اللواء أن رجل الأعمال والمقاول اللبناني جهاد العرب قد تولى عملية حفر الفيلا، كما أشرف على البناء نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي ساهم بالتكلفة مع العرب ورجل الأعمال جوزيف قصوب. أما الهندسة والإشراف فقامت بإنجازها شركة أركا جروب. ويشار إلى أنه حتى الساعة لم يصدر أي بيان توضيحي من قبل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ينفي أو يؤكد الخبر المتداول.